ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنلعب لعبة الحراس، بس بصراحة أول مرة ألعب، بس والله إني جبت عملاق خالص، جبت كمان يلو. والله شباب بصوا كسبت كام، بصوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، أنا واجهت 11. هو أنا كسبت عشان العملاق ده، العملاق ده التالي. طب بصوا استنوا نبدأ الجيم، بصوا مشكلة، بصوا أهو شفت كده، بس والله انا قاعد اجمع حراس بس والله محترف محترف، ده انا بكسب حتى. بصوا شايفين كيفين بكسب ازاي؟ والله العملاق ده قوي قوي، بس والله اول مرة اشوف. وانتم عايزين تشتركوا في القناة، اتمنى انكم تشتركوا في القناة دلوقتي. انتوا شايفين زر احمر تحت، دوسوا عليه وحولوه لون رصاصي عشان نشوف مين اللي هيكسب. اوه كسبت فيكتوري. والله كانت لعبة جامدة، حتى انا بكسب كل الدور. بس والله العملاق ده جامد جامد، عملاق خالص وبيجيب اي حاجة. وفين بيجيب كلهم ازاي؟ هو بيجيب كل حاجة بصراحة. ده نجيب وجبت الصقر معاه النار، والله ده دي انبار نار نار، بس انا جبته مع الراجل التلج ده، بس والله هو بيجيب التلج وبيقوم ضارب من كل حتة عشان مجهز قلعتي كبيرة. وفي واحد هيموت العملاق، حرام عليكم الظلم. وشكرا يا امي، كسيب بس بصراحة. بتاع جديدة هنا، بس والله متأكد العملاق التالت ده هيوقف. ده بيكسر كل حاجة، ده بيجيب التلج كله ويقوم يكسر الجدار. يا حلاوة عشان يخوف، يا حلاوة يا حلاوة. والله ده سعيد سعيد جدا، سعيد. أتمنى منكم تقولولي العملاق هو بيعمل التلج وهو بيمشي وبيفنش كل حاجة ازاي. فيكتوري. بس والله العملاق جامد، عملاق عملاق خالص جامد. لا يلا عم جيب الفراس كمان، انت هتستعجل. خليه هنا احسن.